هنروح لكرة الطائرة رجال. طبعا مين قدك يا عم، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظهم يا رب واسعده جماهير النادي الاهلي كله. السوبر المصري، نروح على البطوله العربيه الحمد لله. خلاص الفرقه قفلت، انا بقول لكم حرفيا الفرقه قفلت صفحه البطوله العربيه. يعني حتى لما حاولنا نستضيف مجموعه من اللاعبين او مجموعه من الجهاز، خلاص انتهى، ما فيش فرح ولا في افراح ولا حاجه، ما فيش احتفالات. باصين على الثلاث بطولات اللي فاضلين، دوري وكاس وبطوله افريقيا، والله زي ما بقول لكم كده. واحترامنا جدا رغبه كابتن محمد مصطفى حميدو اللي ما ظهرش حتى الان في اي وسيله اعلام من اول الموسم. الفريق الاول لرجال الكره الطائره بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن محمد مصطفى بيتدرب على فترتين الصبح وبالليل عشان يرفع معدلات اللياقه البدنيه للاعبين استعدادا لاستئناف الدوري. فرقتنا كانت اخذت يومين اجازه بعد التتويج بلقب البطوله العربيه بعد الفوز على النصر البحريني في النهائي بنتيجه 3-0. وفي الماتش اللي اتلعب يوم الخميس اللي فات على صاله رقم 2 باستاد القاهره او مجمع صالات استاد القاهره الدولي. الفرقه هتلعب في دور الثمانيه مع نادي الطيران، واللي هيتعمل بنظام البيست اوف 3. القرعه اتعملت وهنلعب مع نادي الطيران. حضراتكم القرعه اتعملت من قبل البطوله العربيه كمان. الافضل في ثلاثه يعني ممكن نكسب مباراه تطلع دور قبل النهائي. يعني ان شاء الله برضو الدنيا هتروح، هنلعب الزمالك ثلاث مباريات على نهايه القصه دي. ماشيين بشكل كويس، ماشيين بشكل كويس، ما عندناش غير اصابه واحده ربنا يشفيه يا رب عبه، عنده قطع في عضله الرباط او عضله الباي، اصابه يعني مش جامده يعني متوسطه يعني، ان شاء الله يعني يتعالج ويرجع تاني احسن من الاول. سمعت اخبار ان اتحاد الكره الطائره في اتجاه انه يتعاقد مع مدير فني اجنبي للمنتخب. لما طالما الاخبار كده جت يبقى في شغل وفي اتصالات، اول ما يعلنوا عن المدير الفني او عرفنا كواليس هنقول لحضراتكم فورا من هو المدير الفني لمنتخب مصر كره الطائره الرجال اللي لازم يرجع تاني كسابق عهده. الحقيقه لسه عندنا مجموعه كبيره من الاخبار هنكملها مع حضراتكم بعد الفاصل. انفراد يا ولد، الله، وتسديده من